فخامة الرئيس، اسمح لي ارحب بيك اهلا وسهلا في مدينة شرم الشيخ والوفد المرافق ليك، اهلا وسهلا. حيث رحب السيد الرئيس بزيارة الرئيس الامريكي والوفد الى مصر، مؤكدا سيادته على استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك في اطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لا سيما في ظل الواقع الاقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب، فضلا عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعي التكاتف